ونروح لحضرتك. في تصريح ورد الآن على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين أمير، حذر من مؤامرات الإعداد للنيل من الروابط بين مصر وإيران. ليه هذا التصريح صدر؟ التصريح، هناك وفد سياسي وإعلامي مصري في طهران حاليا، وجرت مقابلات صباح اليوم، من بينها لقاء مع نائب وزير الخارجية أمير حسين ومع هذا الوفد في مقر الخارجية الإيرانية، وصرح وقال أنه الروابط بين مصر وإيران يجب أن تكون أقوى مما هي عليه. وأيضا بالأمس كان هناك لقاء مع علي لرجاني رئيس البرلمان، وقال أن الدول الاستعمارية تحاول السيطرة على المنطقة بطرق جديدة، ودعا إلى مزيد من التقارب بين مصر وإيران. هذه التصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قبل قليل، وأعتقد أنه الوفد عندما يعود الوفد سوف تتضح صورة ماذا حدث بالفعل هناك. طيب نروح لملف العراق، بس في شأن خاص بالأوضاع في مصر. موقع العراق نيوز نشر تصريح لمقتدى الصدر يدعو الإخوان المسلمين في مصر إلى التخلي عن العنف. يعني لماذا قرر مقتدى الصدر في هذا التوقيت أنه يتحدث عن الشأن المصري ويدعو الإخوان للتخلي عن العنف؟ يعني هناك المواقف الأخيرة لمقتدى الصدر أعتقد أنها يعني مثيرة للجدل. الرجل الذي كان واحد من أقطاب الحرب أو الحرب الأهلية في العراق، والذي ساعد كثيرا في الإطاحة بصدام حسين، اليوم أعتقد الرجل هناك حالة من المراجعات. هو بيدعو النهاردة، بيقول أنه مصر، بيقول الإخوان مصر أهم من حزبكم، ودعوة الإخوان، ودعا لوقف العنف، ومشيرا إلى احترام وإرادة الشعب المصري في 30/6. مواقف مقتدى الصدر الأخيرة أعتقد أنها بتفسر هذا الكلام. مقتدى الصدر بيحذر منذ فترة من أن العراق ذاهب إلى حرب أهلية حقيقية، وأن سقوط العراق في مستنقع الطائفية سيكون دمارا على هذا البلد. وهو نفسه بيقول أنه مواقفه الأخيرة، رغم أنه الصورة السلبية اللي مأخوذة عنه، إلا أنه مواقفه الأخيرة كلفته جزء من شعبيته وسط الطائفة الشيعية. هو يستشعر هذا، حتى أنه طارق الهاشمي وهو النائب الرئيس العراقي والقيادي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، قيادة سنية، أثنى على مقتدى الصدر لأنه دعوته إلى وحدة العراق. وبالتالي دعوة الإخوان المسلمين لا تنفصل عن رؤيته لفكرة تصاعد التوتر بين الشيعة والسنة في المنطقة. طيب.